السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أكيد طالت عماركم، أنا حاليا متواجد في الشارجة وهذه البحيرة قدامنا، وعلى ما تشوفون ترتيب قائم على قدم وساق، مركز إكسبو الشارجة. طالت عماركم معرض الشارجة للساعات والمجوهرات، الدورة 47، هذه الدورة 47. الحدث من متى؟ من اليوم، من 1 لـ5 أكتوبر 2010 اللي هو حين موجود. وهذا الموقع، والموقع كلن يعرفه، من أقدم مواقع. أول خيمة إكسبو استوت أظني في الكون موجودة في شدفية الشارجة، كان موقعها قريب من البحيرة من قبل في السبعينات. أنا روحي لحقت عليها، كانت خيمة عود بلاد، كانت هي عبارة كأكبر خيمة، عبارة خيمة بيضة مخططة بحمر. نعم إني أتذكرها، وما شاء الله من بعد هذاك اليوم أنشئ هذا الصرح العظيم اللي تشوفونه، مبنى يشار بالبنان من أكبر وأضخم المعارض في الكون، خاصة للساعات والمجوهرات. إن شاء الله بنشارك في الافتتاح، وبنعيمنا الله خير، بنوافيك بكل المستجدات. الأمور طيبة والعمل ومرتب، كل سنة يزيد الترتيب أخير عن السنة اللي عقبها، يعني ما تشد. الموضوع فيه تقدم ملموس ومرئي وشيء جميل في منتهى الروعة. طالت عماركم، أنا جاي بدعوة كريمة من الأخ العزيز الفاضل سالم الشعيبي للمجوهرات لحضور فعالية معرضهم شبه دائم، يعني في السنة أكثر عن 3 أو 4 معارض. هو يا موقعه أول ما تدخل من المدخل الرئيسي للمعرض على يد اليسار، أكبر قاعة هم ماخذينها، أكبر قاعة. فالشيء اللي قلت لكم شيء مفاجآت، أنا مفاجآت وايدة، لكن اللي داخل مفاجآت خلاف بنرمس عنها. نحن الحين برمسكم عن مفاجأة الموسم، العباة اللي هي أم النيرات. يقول لك عبادته شت نيرات ريج على حسب الرغبة، شو تبى الحرمة من النيرات والأحجام والأشكال. هذه من ابتكارات سالم الشعيبي من السبعينات، هذا ابتكار هو مبتكر، إنه يسمها عباة، العباء أم النيرات. يوم يقولك عباء أم النيرات يطرون هاي العباء كلها نيرات ذهب. هذه العباء طالت عمركم الوزن اللي فيها ما يقارب 470 جرام، يعني ما يقارب النص كيلو، ما يقارب النص كيلو الوزن. هذه موجودة وتلبس وموجود من السبعينات، والناس كلها تعرفها، والله يطول بعمارهن ليلبسنها من عشرات السنين ويحفظهن. وقصنا طالت عماركم من تصوير اللي هي عباه أم النيرات اللي من التراث والمعروفة الأول، حتى على براجع حين يحطن النيرات، هذا شيء متعارف عليه من التراث. لكن الشيء الجديد اللي هو السنة هذا طايح الحينة، هاي وزنها 1.5 كيلو، 1.5 كيلو، يعني 1500 جرام. نفس النيرات هاي لكن مع اختلاف نيرة مكتبة مطبعة يسمونها، والنيرة الثانية اللي هي المحكحك، الجنيه المحكحك اللي بدون أي علامة. ومسوين بعد نيرة من غير اللي هي فيها القماش والأحجار الكريمة. فعاطي للعباة شكل جميل، مستوية شرات السفة، شرات السفة على العباة من فوق لين تحت، شيء فيه منتهى الروعة. هاي الخدمة جميلة من الأمام ومن الخلف، من الأمام ومن الخلف، شيء فيه منتهى الروعة ومنتهى النعومة. لكن هذه تبالها وحدة طول ورزة وقهمة ووجاهة، حبلة مني والطريج، لا لا بد من الوجاهة. بنرميكم الخلف، هاي السابعة اللي من وراء، سابعة تحت
العلبة يعني تقريبا بكف. شيء جميل، شيء جميل في منتهى الروعة. وزنها ما يقارب الكيلو والنص، وشيء طبيعي مثل ما عودناكم، معرض سالم الشعيبي من أكبر المعارض في شنتيا دولة الإمارات حجما ونسبة للمشغولات وأوزان والأنواع والأشكال وتفرد وتميز المنتج اللي عندهم. المنتج اللي عندهم ما يوجد عند أي حد في الدنيا العودة، فقط عند سالم الشعيبي. إن قبلت بتشوف عقود لا صارت ولا استوت، وان بغيت صيغ وذهب ومجوهرات بتشوف شيء ما شفته عند أي حد. للتراث القديم موجود، للتراث الحديث موجود. عليكم السلام وحمدان. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله وبركاته. وحمدان أدري بك أنت ما بصاحي. ألف لا بأس عليك. وحمدان سلام. شو الجديد؟ جديد وايد في أشياء. مثلاً الذهب في جديد، والماس في جديد، تشكيلات واسعة. لا مش قطعة قطعتين وعشر. لا بمئات القطع. وهذا اللي نحن شفناه هالناتق اللي خاري. هالعبي أمهات الجنيهات. هذه موديل عملناه، وفي موديل إماراتي وفي معدل عليه. نعم نعم. والشكل واضح. نعم. برا معروضات انتين. نعم. وفي داخل أيضا معروض حق العرايس. زين يعني. نعم. تسلم وياك إن شاء الله. نحن ما بنشغلك، ندري بك عندك جماعة وايدين. جيتك غالي عزيزة، ونشكرك على حضورك معانا، وهذا شيء طيب. أنتم لكم حق علي. الله يحفظك. اخوان طال عمرك. نحن نحب انتظار الشيخ ان شاء الله، الشيخ سلطان محمد الغاسم الله يحفظه ويطول بعمره. ومثل ما عودتكم كل سنة هو يحضر المعرض ويبادر. هو نايب عن نبي. وصول الشيخ عبد الله بن سالم الغاسمي معرض الشعيبي، نائب حاكم الشارجة الله يحفظه. مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الله يحفظهم ما شاء الله، ورافقين الشيخ. ما أصوركم الله يحفظكم. شو يازلكم؟ بصور هذا اللي يازل. وينه؟ ما شاء الله. ما بيسرون أبوي. الله الله فيهن. بتقول ما قلت لك. إيه الله الله فيهن. أبي عرسهم أبوي. المعرس عامري وخواله دروع. خصم العوامر وخصم الدروع، خصمين مفردات كل واحد روحه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلق وكعادته وحمدان، ضروري وجود الحلوى الإماراتية. وجود الحلوى الإماراتية هذا شيء لا بد ولا عذر منه. على ما تشوفون ما شاء الله ميلس في جمع كثير وكثيف من العالم. الشيخ عبد الله بن سالم الله يحفظه كعادته كل سنة دون عن المعارض كلهن المعارض يخطف عليهن، لكن يخطف عليهن يعطيهن حقهن. لكن علاقته ويا أبو حمدان علاقة قوية من السبعينات والثمانينات ما شاء الله عليه، يعني صديقي وياهم من دهر. فلذلك تلقطه تعيب سوالف أبو حمدان ويرمس عنده ويسولف عنده وينبسطون. أكثر مكان ييلس في المعرض هو معرض اللي مخصص، القسم اللي مخصص لمجوهرات الشعيبي. جزاه الله خير. خوزعنة ما شاء الله عليك. يمر الشيخ حين الله يحفظكم يشوف الأشياء اللي صناعة وماركات اللي خاصة في سالم الشعيبي، يعني يعطي اهتمام خاص للقطع النادرة. لأن كل إنسان دويق ما يبالي كلام، السلعة طيبة وشيء الفنان روحه يزقر. حلوات طول العمر. لا تقول ما قلنا لك. شوف
لان الناس صارت تحب تلبس المجوهرات بشكل يومي، فقررنا نسوي لهم شيء ناعم وياخذ العين، فان شاء الله يكون عند حسن الظن. هاي من تشكيلك اليوم؟ هذا الحبه كامله وهذا الحبه المجمعه، وسعره حلو، سعره رخيص، هي بكبرها حلوه. لا وعندنا بعد سوينا باحجار ملونه، لان الناس تحب الاحجار، فحبينا نضيف نكهه الاحجار. اتمنى لك التوفيق. الله يحفظك. مع الكف طالع على اللبس مثل ما سباس في العراس والمسواس اللبس، وسوينا حق ناس وايد يعني من هذا الحجم، وهاي قاصة الراس فوق نوع ثاني، وهذا شوف الخلخال اللي غيرناه موديل تحت الرجل، كل شيء ما شاء الله. طبعا هاي هاي بس سمبل، هاي بس بحكتين، هذا يعني مدين ثاني على المسؤولية، على المسؤولية، على المسؤولية، على المسؤولية، هاي ما كنا مراك ذهب طبعا على لولو، هذا على صدر، هذا على صدر، هذا ايضا موديلات هي معروضه وايد. اليوم من الأيام المميزة في معرض إكسبو في الشارجة للساعات والمجوهرات، اليوم وبالذات عند سالم الشعيبي عندهم عروضات وصيغ مميزة مش موجودة إلا حصريا عند سالم الشعيبي، فلذلك تلقطون العارضات وين ما يصيرن يمشي نحينا بالزي التقليدي الجميل، فعندهم أشياء وايد جميلة ومميزة بمناسبة المعرض هذا ولمدة 5 أيام، فالكثير من العرسان جايين والكثير من اللي يدورون للصيغ حق أعراس بناتهم وأولادهم في هاليوم المميز، اليوم الجميل، فعندهم تشكيلة كبيرة من المجوهرات من العقود والألماس والذهب. محمد تعال سلام عليكم. وين اخترنا؟ هاي اخترت ما صورها. لا لا سوريا صور تسوي لها خصم. وانت تضحك ويو ار سمايل بعد ما على هواك، سر خبر سالم قول بهاي البنيات وحمات جايات من اخر الدنيا، وهذا ابوي عندهن عرس، وهذا ابوي مملككات ما عندهن ابوي ناطحات سحاب، يلا سر حينه، يلا خلي ما بيطير نحن موجودين، يلا ما راح تسوي لنا حصر ان شاء الله. انا ما شفتك مره وريق لي عدم هذا ابوي كله بياخذ. وين مستر سالم؟ سالم ما كان خبر حمدان. حمدان وين؟ حمدان موري حمدان. زقر زقر حمدان، خبر حمدان انقفض. هي سووا لكم على سعر زين؟ عادنا مكان ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله تكون الاسعار تناسبكم ان شاء الله. عريس وانا اخترت لهم هذا، توكلي على الله. سوي لهم سعر زين عاده. ما شاء الله عليك انت عينك كثيره. سوي سعر زين. بارك الله فيك. حياك الله. سوي لهم خصمين، خصم حمدان وخصم مال حماه الوطن. ان شاء الله. اي نعم. ان شاء الله هم هذا. البركه ان شاء الله. الله ييسر اموركم ان شاء الله. حمدان. عاد قال له تصوروني. ما عليه خلاص عاد هاي ظهرت عاد الحين. ان شاء الله. هذا ابوي حمدان اللي بخصم يقول حق هذا خصم حمدان انت هذا حمدان. والله لا نزله لا تقول لي اخلاق. خلاص خلاص ان شاء الله. ابو حمدان دخيل والديك هاي الحين شو؟ هذه طال عمرك الماس. هي قلب الماس مطور ومرتب ومعمول على احدث المواصفات
العالمية، وهاي شغل سالم الشعيبي الخاص. أنت بكبرك خاص يا سالم. الله يسلمك. فقلبه بعد قلبه. وذيله كله. ما بياي حرش. مرة أبدا. حرش واللي يشوت. مرة مرة. مرة. ومن يشوف الماس حط يدك عليه مرة. يا سلام يا سلام يا سلام. من العقد من القطع النادرة الحلوة. سبحان الله. هاي شغل خاص. الشغل راح يكون كله بنفس المستوى. ما شاء الله. وعلى فكرة ترى. فيها روز. ايه وزن. روز. ايه. روز يعني. ايه لازم عشان تركيب الالماس يحصل مكان يثقل الذهب شوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الرحمن. هذا عيال 21 بعد سويناها. 21 سالم. ايه عيال 21. ما شاء الله عليك يا ابو حمدان. اول مرة قطعنا منها عيال 21. المستوى الالماس. كم السعر التقريبي يا سالم؟ حمدان؟ تقريبا 80,000 بعدين من القطع الجديدة اللي نازل الحين اليوم. اليوم اليوم هت على فكرة هذا تو الحين خالصة من المصنع الحين هاي توها جاية. بعد ما صارت منها ولا كم قطع مسوي منهن؟ حالي مسوي منها قطع واحدة، لكن صار فيها طلب نعمل زيادة. إن شاء الله. قطع واحدة سوينا. هاي الوحيدة. الوحيدة. لكن اللي يطلب ما نسوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى اللي يميز اللي يميز شغل سلم شغل سالم الشعيبي الترتيب اللي الفينيشنج مالهم وكل قطعتي نادره ما تلقط شراتها هنتين في السوق لو بتلف في السوق ولو بتصير شرقه وغربه في شبيه لكن روز ودقه وفينيشنج ودقه في الاداء ونوعيه الحجر وفي شيء لازم الكل منكم الجميع يعرفه اي محل مجوهرات بتشتري عنده عقد وعليها حجار بتشتري مثل ما هو لكن يوم تبى تبيعه فقط اللي عند سالم الشعيبي اذا انما شراه من سالم الشعيبي وبتي تبيعه بياخذه بنفس وزنه محل اللي من غير شو بيسوي بيشل الاحجار بياخذه عنك سعر ذهب سالم الشعيبي باعك اياه بالحجر ماله وبسعره كذهب وبيشتري منك بنفس القيمة نفس القيمة السوقية الموجودة السوق كذهب لكن ما يقصون من سعر الحجار سعر الحجر هو موزون كذهب في وقت البيع بتبيعه نفس ما اشتريت الأكثر إقبالا للجماهير هو المعرض سالم الشعيبي ممزور لين عينه في هذا في أول ساعتين ما أقدر أصور وايد لانه الحريم كلهم يعني من النوع اللي يعني حريم ما بروم اصورهم يعني فلذلك ما شاء الله تبارك الرحمن شوف التصويري يلعب الكاميرا تصير يمين ويسار ما اروم اظهر بتركيز والسبب شو حريم سيارات ويايات كل دي تتبعني وحده انا ظهرت هاي اللي انا ظهرت الحق علي انا ظهرت عندك وايد سمطط وقطع اذا بتلاحظوا التصوير اغلبه كلهم قطع السبب شو اللي يظهر البنيات ولا الحريم يكون عن طريق الغلط فلذلك تلقطونا نضطر ان ما شاء الله تبارك الرحمن نحن الحين مثل ما تشوفون المعارض هاي اللي تشوفونها كلها موجوده ها تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك عليكم السلام مرحبا ها شوف العالم ما يبالي كلام الاسم الاسم روحه روحه روح الاسم روح الاسم يرحب الحين مشكلة ما برايم ها شوف العالم غير عن كل مكان غير عن كل مكان مكان سالم الشعيبي الناس تي تطالع الجودة تطالع الفينيشينج الخامة الموجودة الحجر سلاسة البيع يوجد عنده من 20,000 و2000 و5000 إلى 20,000,000 الأسعار يعني ارضاء كل الاذواق وكل الغايات وكل الاغراض اللي يبى شيء الرسمي الكبير الفخم موجود واللي يبى حق الشيء اللي على قد حاله بعد موجود بمناسبه هاليوم يوم الافتتاح عندهم ترى خصم وعندهم خصم ثاني اللي هو خصم فزعه عندهم الله يحفظكم توزيع 5 جوائز بالطريقة عشوائية على كل الجمهور على تشوف ما شاء الله كل اللي هاللي يصير ما أصور
هناك شو قاعد تحرى يمة عنافيس يمي لعبي بكم أكثرهم ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله إن شاء الله يتحرني عاد أنا راعي الحفيز كل دقيقة وين أقولكم. فتبارك الرحمن يعني إقبال شديد ومنقطع النظير فقط عند الشعيبي تبارك الرحمن ما شاء الله. اللي يميز الشعيبي شوفوا أشياء موجودة شيء عقيدات هب عقود عقيدات على 7000 و 10000 و 20000 و 15000 و 30000 و 70000 و 100 ولين ها كم هذا؟ مليون و 200 مليون و 200 هذا ابو مليون و 200 مليون و 200 لمتابعينك يا ابو محمد. هي واللي ما يتابع واللي ما يتابع وسعره يميز العقود اللي عند الشعيبي اني ناعم وذف من تحطه لبد على الصدر شيء من العقود الحريم من يستعمل انهن يازم على صدر الحرمه ولا البنيه تحرى قرف قبقوب يشوش ويطعز اليم. فلذلك كل شيء ولا سعر وطريقه الصياغه فشيء الماس مجمع هذا لا هذا الماس حبات كبيره فلذلك يفرق السعر. ففكره سالم الشعيبي شو فكرة سالم الشعيبي؟ فكرة سالم الشعيبي أن إرضاء جميع الأذواق اللي يبع عقد بخمسة آلاف سبعة آلاف موجود وغاوي جميل ألماس واللي يبع عقد بمليون ونص موجود وباثنين مليون بعد موجود كل شيء ولا شيء. الأطقم هاي الكبيرة أمهات الملايين نفس شو اسم الماركة هاي؟ أرزانة منزلين نفس الشيء ونفس الاحجار لكن هذا حق بنيات اشياء نعيمه حق يومي هذا حق الاستعمال ديلي يوز الاستعمال اليومي فيه احجار هي شيء نعيم وفنان وغاوي وخفي. كم اسعاره التغريبي يعني هلا مثل هذول الحبات الكامله سعره 26000 هذا ايه. 26 واللي مثل هذا 20500 هذا 20 يعني هذا الاستعمال اليومي انت ما بالضروري تلبس الدزيم العقود هالكبار والحرم اللي ما بدها اسواره وما بدها خاتم موجود بس عقد وحلقه هي ما حبي يعزر عليك خذيه كامل انت ست خذيه روحه هذا وترمي ترتبين زيد على عبيد وغادي فنان اشياء وايد والله عندهم كلها هاي من الكولكشن الجديد عندهم. محمد احمد هلا اقول لك ابوي الله الله في الجماعه ابشر ترى الجماعه ابوي ما يهد عليهم البيت أبشر نعم أبشر. إن شاء الله أبوي تعال صدي وينك موجود جماعة حاضر. ما يهد عليهم البيب حاضر بر هذا شوي على الأسعار إن شاء الله والله الله فيهم إحنا متعنين إذا أردت أن تطاع بالمستطاع أبشر إن شاء الله كلها الجايات كلهم عندهم عرسان وما حد أبوي عندنا هي نعم لازم أبوي السعر الزين نعم. السعر اللي يقولكم إياه أبو حمدان سالم الشعيبي أبشر. يمشي على الكل كل الناس أكرمه حد يظهر هو زعلان لا يا ويلكم أبد إن شاء الله. وهذا أقولكم شيء عندهم قسم هذا كامل طول وعرض عرض هذا كامل أسعار كم 78 قبل الخصم 29 62 كل أسعارهم معقولة أسعار شيء بعشرات الملايين وشيء بثلاثين ألف وعشرين ألف سبعة آلاف ألفين كل شيء موجود. القطعة مثلا اللي قيمتها 100000 توجد ترى عليها ضريبة 100000 5000 أبويها مضافة على السعر اللي قوم سالم هم يتحملونه ما بعليكم أنتوا لا من ضمن العقد أو من ضمن الصيغة هم اللي يتحملوا انت ما تدفعون حتى بيزه وهي وحده ياس تصورني وانا شكاي لا اشتكي واتصلكم ليش الشرطه انا ابوكن علو انا مصورك بتفضحني حليله الحين العالم هاللي موجوده داخل في المعرض امم لا اله الا الله ها كلهن انا شايفنهن متى العام في نفس هالوقت شو السببين مره مرتين وثلاث واربع وعشر وين نفس الحفيز ونفس الأمانة والمخوف من الله والإتقان والجودة ونوعية الحجر ونوعية الصياغة تحيدون الأول الصايغ كثرة كل صايغ عنده فينيشنج ماله ما يوجد عند صايغ آخر عندي عدة أسامي لكن ما بارو مطيهم بيظهروا لي عيالهم بيأكلوا لي كبدي فلذلك وين أنا ألتزم فصياغة سالم الشعيبي من الست والسبعينات كانت وما زالت الأجود
على مستوى دول مجلس التعاون او يوم من الكويت يوم من السعوديه من البحرين مخصوص حق القطع الفريده من نوعها الموجوده عند قوم سالم الشعيبي. وين من هنا الحين اللي هذا؟ هو بدبته ويميه. يلا خايف خصم هذا هو المسؤول؟ هو المسؤول هو سالم. وين بيسوي يسوي الخصم؟ ان شاء الله خصم. هذا تعال انت. احسن خصم. وين الخصم؟ ها؟ مو سويته هذا. احسن شيء، والله شوف. قاعدين نحسب. ما شاء الله. هو دبلت ب 100. لا هو دبلت ب 100؟ اي نعم. وانتم كم تبنى؟ اعطيه 100، ما عندهم غير 100؟ ما عندي غير 100. حرة يهد عليهن البيب انت؟ ما يهد عليهن البيب. هاي مطلقات وهاي ترملة. سالم ان شاء الله ما بيقصر معك. اي نعم، ما من كيس بيعطي صدقها بيزات ابويه بيزات فلوس. الله يحفظكم. هذه بارك الله فيكم من الصيغ المميزه عند سالم. هذا اخي الخال. شوف الله عليك، بدال الشف اللي مالي تدونه هذا شف لكن ما ريول، مكان الخلخال لكن مطور. شوف هذا من الصيغ المميزه. الاوليين يسمونه مرتهش. هذا هو المرتهش. هي على وقفة الحرمة فصلونا تفصيل من سار الحريم وشافن أبوي طولها وشافن عرضها العروس ين أبويها فصل لها واحدها كامل على طولها. هذا أبوي هو المرتهش وله من وراها فرات المحزم. سمعت به المرتهش؟ هذا هو المرتهش. المرتهش الأولي ما فيه كم طبلة. هاي لحين طايحات الطبلات. كم طبلة هاي لحينة ولا الأول مرتهش بلي الطبلات هاي. هذا الحين شيء إضافة. هذا من إضافات سالم الشعيبي. يوم أقولكم شوفوا صفيحة هذا الكف نفس الطقم. هو كف هذا تبعه واللي معدل فيه صدف. هذا صفد، حد يسمي صدف وحد يسمي صفد. هذا أشياء وهاي مرامي وشواهد على ما تشوفون. وهذا أبويها طقم مسوي لها. يحظكن يا ليلي يكتب تصبغ من الحين وساير. والله الاول هذا ما طاح، هل الحين عدلوه. كل هذه الدنيا كلها اضافات. هاي الاشياء الجديده اللي تخبرون عنها عباره عن شو؟ جزء من مجموعه. يا ليت لو تعلي حسك. اقول لك هذا الله يسلمك جزء من كوليكشن تضم اكثر من 500 طقم عرضت لاول مره في معرض الشاي القهوه. حتى في محلاتنا ما انعرضت من قبل. طبعا شغل سالم ما يحتاج يخبرك عنها. محمد في لولو صدف وحجر كريم من هذه الاشياء الجديده عندهم. تطعيم القماش بالصدف بالذهب، فلذلك جاي اشياء جميله في منتهى الروعه. واللي يميز شغل سالم انه ما يجيك من الخلف حرش، لا كله تيهم اشياء ناعمه ما تطعز هليم. هذه الاحجار عباره عن احجار كريمه الله يسلمك، زمرد يا زمرد وياقوت وصدف وذهب. هذا اللي تشوفونه، هذا تشوفونه زمرد وياقوت وصدف. حد يسمي صدف حد يسمي صفد. شوف هاي عاده تاخذ العقب، ترى ما فيها زود روز ذهب هذه، لكن احجارها وايد جميله. اشياء جميله وعندك ما تلقط مثلها اثنين، ما تلقط مثلها كلهن ليميتد اديشن. حبه حبتين ماكسيموم ما نسوي. ما شيء غيرهن. لا نهائيا، يعني اللي تاخذ غيرهن ما تاخذ فريده. هي ما تلقط حد غيره، ما تلقطين حد غيره لابسنها. جيبها لا هلي اللي عدالها، لا اللي عدال في النصيفه. ايوه. والله عليك. اشياء جميله تاخذ العلم. شو الحجر هذا حينه؟ هذا الله يسلمك توبس. توبس معتوبة توبس اللي يبون من إيطاليا. عيناوي هذا. إيه عيناوي من تهاجر. سلام سلام. يا ربي ما زيد. تبارك الرحمن. شكرا جزيلا. يا مرحبا فيك. شكرا شكرا. وعندنا هيك عن القماش عاد بأنواع وأحجام وأشكاله. مقمشات الأوليات اللي يبون المقمش الأولي يبون من باكستان. مليون نوع ونوع، شيء صغار شيء كبار شيء، اشياء كثيره لا تعد ولا تحصى. اشياء جميله لا تعد ولا تحصى. ناهيك عن هات تحدون شغل الاولي. اشياء تاخذ العقل، اشياء تاخذ العقل، لا يختلف في ذلك اثنان. اشياء جميله في منتهى الروعه، يعني معلوك ترى كل شيء ولسعره. الانسان على حسب استطاعته، على حسب استطاعته شو يبى يقدر يحصل.
كل شيء موجود، كل شيء موجود. شكرا سالم السعيدي، شكرا لأرضاك جميع الأذواق. الله يطرح البركة ويحفظ ويخلف ويطرح البركة ويبارك في كل من تحبون وتدون. أنا حين وراي درب بضبي إن شاء الله، أني بتوكل على الله سير بضبي، عندي تصوير الفيلم بيبتدي من الساعة 6، يعني اليوم مكتوب كد اليهد. ترى الانتخابات واجب وطني، ما بالله مني والطريق، واجب واجب ضروري على كل إنسان كامل ويحق عنده أحقية أنه يرشح، ضروري أنه يصير يرشح ويلتحق في وقت اللي رشحه، وايد ضروري. أشق الشاب والشابة اللي عندها طموح، طموح من صغر السن، فلذلك ياي هالستاند روحي أنا مخصوص من خاطري. الستاند هذا منو له؟ عوش الشامسي هي. أول مصممة إماراتية هي. وهي ماخذ الفكرة من بحر الإمارات، من شاطئ الإمارات، كل الديزاينات بحر ولولو. هذا الحين هذا ترتيب، هذا كله ترتيب عوشة؟ هذا كله ترتيب عوشة. ما شاء الله عليك يا عوشة، يا عوشة اسمها روحي سوى على 600 حرمة، اسم عوشة ما سوى شراتي حسن في الدنيا العودة. تسلم ما تقصر. ما شاء الله، الله يخليك. كل قطعة هي من ذوقها، هي حط المرجان حط اللولو عليه، هذا كله هذا تصميم عوشة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. عوشة كم عمرها؟ 17 سنة. ما شاء الله، ها كل تصميمها؟ كل تصميمها. يا الله يبلغ فيها عروس يا رب العالمين. تسلم ما تقصر. على فكرة بنية شفتها أنا أول ما جيت، لكن سبحان الله يعني ما الله كتب لي نصيب أتلاقى وياها مرة أي أصورها. زجموا وياي فوحة حمى وشام هذا، وأول ما ابتدت في بنيته الله يحفظها إن شاء الله ويعافيها. جزاك الله خير، مشكور. ما شاء الله ما شاء الله. أنت وين موجودين؟ في أي مكان؟ في بوافي، نحن بوافي. ما شاء الله ما شاء الله. هذا بترتيبها، وهذا بنيته، البنية اسمها عوشة، وهذا منتوجاته. الله يوفقها إن شاء الله ويحفظها. الله يخليك. تسلم. السلام. أنا قلت لكم خبرتكم عن أن اليوم الأول والحين الكل منكم والجميع لازم يعرف أن الإدلاء بصوتك واجب وطني، هذا شيء لا بد ولا عذر منه، ما لك عذر أنك ما تصير ترشح اللي تشوفه مناسب، لأن هذا الصوت أمانة، فتنتقي الشخص اللي موالم واللي يناسبك، أو تشوفين الشخص اللي بينفع البلاد والعباد، هو ما بالله اسم، لا لازم شوف وراه من الفائدة. هذا كل حد ما نباب وراه فائدة إلا المرشح، هذا ضروري نباب وراه فائدة، ما وراه فائدة شو خانته؟ سمانديقة ما حد يبي حد سمانديقة، يبون الناس إنسان فعال ينفع المسلمين ينفع العرب، يوصل صوتهم للجهات المعنية. فسلطان الصغير ما شاء الله عليه، نعم سلطان الصغير البلوشي في رأيي أنا أنه مناسب كشخص ينتخب أو أنه يرشح من قبل أغلبية الناس. شو السبب؟ في ميزة قلما تكون في حد غيره، شاب طموح دارس نفع خايف من الله، له دراسة، مسوي دراسة جدوى لجميع الأفكار اللي هو حاطنها من دعم فكرة ودراسة الابتكار من أجل التوطين، ما بالله الإحلال من أجل التوطين، لا يجب الابتكار. رجل أعمال ناجح ومتميز هذا الشخص اللي يستحق صوتي وأصواتكم. ليش؟ يعرف شو يبقى، عنده هدف. سلطان الصغير محمد سعيد البلوشي مرشحكم عن إمارة أبوظبي، رقم الترشيح 152. برنامج الدعم الاجتماعي المتميز. تعريف البرنامج: سعيا منا لتحقيق مجتمع متوازن، أوجدنا برنامجا ليتكامل مع برامج الدعم الموجودة حاليا،
وهو برنامج الدعم الاجتماعي المتميز الذي يقدم خصومات بين 50% و100% على جميع المواد الاستهلاكية والأساسية، التعليم، المرافق السياحية، شركات الطيران الوطني، الكهرباء والماء، الغاز، وقود السيارات، إضافة إلى كافة الخدمات الحكومية. كما يعفى حاملي بطاقة برنامج الدعم الاجتماعي المتميز من رسوم دوائر النقل في الدولة. من ضمن البرنامج أيضا تخصيص مواقف سيارات خاصة لكبار السن. أهداف البرنامج دعم مسيرة المواطنين وتحقيق التوازن بين جميع أبناء الإمارات، رفع مستوى الاكتفاء والتميز الاجتماعي في الدولة، المساهمة في توفير حياة كريمة وسعيدة للمواطنين، وضع الدعم المتميز في مساره الصحيح في سبيل تلبية جميع احتياجات المواطن. المستفيدون من البرنامج كبار المواطنين، أصحاب الهمم، الأرامل والمطلقات، أبناء المواطنات، الأبناء المواطنين من غير المواطنات، المتقاعدين، ذوي الدخل المحدود، سلطان صغير محمد سعيد البلوشي، مرشحكم عن إمارة أبوظبي، رقم الترشيح 152. والله انها عجبه عجبه هاي منطقه الراحه، والله يبوكم اسم على مسمى، من تيها يرتاح خاطرك. اصلا منطقه جميله 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 بلي قياس. خير نمون، متى استوت الدنيا هذه؟ متى بنوها؟ متى تعدلت؟ متى بس مسكونه كامل سكنت يعني؟ تحولت العرب فيها وشركات وسيايير وزحمه واشارات وساير وياي. ها هاي تسدك؟ لا هاي الطبله، هاي بنايه الدار، هاي روحها يا ابوك عن لك 600 بنايه يعني. سبحان الله. ورحمة الله وبركاته. وعليكم تعالي. السلام. مرحبا. زين الله يحييك. فدوى سلام، ايش حالك مايا؟ والله زينه، الامور طيبه. تسالني عن حالي وانا وسط البلاد الغاويه. الله يحفظك. شوفوا الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين برد حق البلاد الغاويه. شو وقع الخبر يوم ياكم عن غزو الامارات الى الفضاء؟ مال الولد اللي راح الفضاء، هي المنصوري. والله كأنه منه وفينا، فرحنا بأمانة. والله بأمانة أنا حتى حطيت الصورة في حسابي لأني تفاجأت. أول شيء فخر إنه واحد خليجي، ونحن نعتبر أهل مغاربين، واحد خليجي يطلع في الفضاء. أنا في وادي أروح سبحان الله. والله زيارتي شني، لكن أبوي ما حي الله واحد يروح هناك. يعني أمانة بطل 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 بمعنى الكلمة. فرحته واجد إن شاء الله. يرد رد الأهل سالم وغانم إن شاء الله، ويب صور حلوة نشوف. أبغى أشوف الأرض صغيرة. سبحان الله. يعطيه العافية. أكيد خليجنا كل يفخر، كل خليج يفخر بوجود حزاع المنصوري. نعم. كأول مسلم خليجي إنسان عربي إماراتي يصل إلى هذا المستوى. بالضبط. يعطيه العافية ما شاء الله عليه. أكيد أهله فخورين، كل الإماراتيين ودول الخليج فخورين فيه. الله يعطيه العافية. الله يحفظك. فدوى سلام. سلام على سلام. سلام سلام فدوى سلام فدوى سلام فدوى سلام سلام وسلام. ترى هي نفس اللفظ. زين حشي أبوك ما يسوالف سلام. فدوى قالوا لي إنك رفضتي أول ما خبرتي المخرج أن نتبتين تصورين في بالنسبة لفيلم أزمة مالية. والله أنت كله يوصل لك ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هو مش رفضتي، شوف الفكرة أول بداية رفضتها على أساس ما كنت فاهمة وش المغزى من القصة أو وش الموضوع. أنا كوني من عمان يعني قلت يمكن هذا يأثر، بس لما قالوا لي نحن أهل أخوان وشي بيفيد السياحة. نعم. يمكن أهل عمان يجيوا أبو ظبي. سياحة وين؟ يعني تخيل 90% إن الفيلم فيه تعريف عن الأماكن في أبو ظبي. هي مثل هالمكان اللي نحن فيه هذا. هذا نحن اليوم بنصور فيه وغاوي تبارك الرحمن.
ايش حلو، يمكن في ناس ما تعرف عن نفع عمان. انا بحياتي ما جيت فدوى، انا اول مره بعد اجي. والله فدوى قسم بالله بحياتي ما جيت هالاماكن. انا ثلاث اماكن زرتنا الحين في اللوكيشنات، مصدومه منهن بامانه، بامانه مصدومه. يعني هذا مكان خليجي، هل يعقل؟ سبحان الله. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اليوم هذا المناطق السياحيه يستاهل الناس تشوفها في التلفزيون. ما بس في كتيب اليوم، ما كل حد يشوف قرايد، ما كل حد يقرا كتيب، لازم يشوفوا الشاشه. اليوم السوشيال ميديا هي لها دور، لها دور ان الناس توصل المعلومه. فعشان كذا انا وافقت، لانه فيه شيء يخص السياحه. والشيء الثاني الموضوع الفيلم، انه هو شيء في مجتمعنا صاير. نعم. والكل متاثر فيه. نعم. والشيء الثالث ان هم قالوا لي طلعي بشخصيتك وبلهجتك. اليوم كان ممثل عماني يجيبوه والله في فيلم او شيء، يقولوا له والله تكلم خليجي او تكلم اماراتي، لازم كل واحد يفتخر بلهجته. نعم. وهذا اللي عايبني فيه تخربلاتك. يعني والله العظيم فدوى، كل حد يقول لي يعني كيف قدرت انك لازم، انا وايد مبسوط انك انت تتكلمين بلهجتك العمانيه اللي هي قريبه لكل مواطن اماراتي يعشقون. نحن نعشق هالعمان، احترام لكل اللهجات. وانا احب اللهجه الاماراتيه. فكنت اقول لك استاذ خالد، اليوم كل واحد لازم يفتخر بلهجته. احنا عندنا اصدقاء من الامارات ونحب اللهجه هذه، بس هل في اماراتي بيتكلم بلهجه ثانيه؟ لا مستحيل، ما يروم اصلا بغادي شكل مريضه دخيل انت. لا انزين انزين، فلازم كل واحد يفتخر بلهجته. إيه؟ عشان كذا انا وافقت، لان هم قالوا لي نبغاش بلهجتش. وقليل ترى. إيه؟ قليل المخرجين يفكروا بانهم يدعموا الدول الثانيه، ما بس دولتهم لا. إيه؟ هم يريدوا يطلعوا الناس كلها، يعني ما مفكرين في نفسهم وبس. فواجد يعني الله يعطيه العافيه الاستاذ راكان وافق على هذا الشيء، وهو اساسا من البدايه قال لي فدوى طلع بلهجتش، لان الجماعه هنا خالد الخالدي وعيد وكلهم بيطلعوا بلهجتهم. فانا فرحت شيء بلهجتي وشيء يدعم السياحه، كنا مع السياحه سواء كانت في بلادي او خارج بلادي، لان احنا كنا نسافر صح، وكنا نجي ابو ظبي واهل عمان نصها طايحه هنا. وطبعا ابو ظبي بلادنا الثانيه، لازم نجي والعاصمه. لازم كل حد يعرف عنها صح ولا لا؟ نعم. فالفيلم لما تشوفوه بتعرفوا ايش معنى اللي نحن نتكلم فيه، اللي هي السياحة. كل معالم ابو ظبي، كل معالم والسياحة اللي في ابو ظبي راح تظهر ان شاء الله في الفيلم. وحتى لو نسبة 80%، المهم ان هم قدروا انهم يوصلوا الفكرة للناس، ونفس الشيء عالقوا اللي هو الازمة المالية اللي راح تكون في الفيلم. جزاهم الله ألف خير. ما حد يفكر ترى انه يسوي او يدعم السياحة في فيلم، حد فكر؟ لا والله فكرة شفت جميلة. شفت اليوم الأيام إنه حد صور فيلم ومهتم في السياحة، كله في بيت داخل بيت. واجتهاد شخصي بشيرت. والله العظيم اجتهاد شخصي. ودعم من مواطنين، يعني يا ما شاء الله ما قصروا صالونات وغيره، وفروا المكان لما عرفوا إنه في شيء يخص السياحة. نعم. والله العظيم ما دفعوا ولا دفعوهم 100 بيسة، يعطيهم العافية ومجهود شخصي. نحب الدرهم. ثانك يو. من ما يحب. فدوى سلام. فدوى سلام، ما عليها كلام. يا رجاء الله. زين اقول لك، شو وقت التصوير حسيتي فيه صعوبه؟ انت ترى مش ممثله، انت سوشيال ميديا، حالك من حال لهل بالسوشيال ميديا. اللي حلو في الموضوع انه ما في صعوبه، لان احنا ما قاسين نتصنع او نسوي شيء غريب عنا، نحن قاسين نمثل اللي احنا نسويه ونمثله شيء واقع في حياتنا. نفس السوشيال ميديا. سناب مثلا، قاسين نصور سناب نروح نمسح سناب؟ لا لا، نحن مره حتى الشت ما ياخذ علينا ما شاء الله مرتين او ثلاث، لا ما نعيده على طول سيده. هذا اللي عاجبني في المخرج، يقولنا سويوا طبيعتكم بس بشكل مختلف بسيط، توضحوا الفكره وش حنتكلم عن وش. نعم. حتى اقول يا دوخ، يعني كل شيء كل شيء كل شيء مثل ما هو، ما قاسين نتصنع او غيره. هذا اللي حلو صراحه، بس نحن نوصل فكره ولكن بصوره ان الانسان يدخلها في عقله، صوره خلاص واضحه بدون اي تكلف بدون اي تصوير. يعني بقول لك حاجه، هذا الدور كله يعود حال الأستاذ راكان، جزاه الله خير، لأنه ما شاء الله عليه إنسان ذكي ودبلوماسي وفاهم الناس إيش تريد، إيش فاهم نحن إيش نريد نقدمه. يعني ما شاء الله ما شاء الله ذكي وعارف كيف يوصل المعلومة للناس. يعني تبارك الرحمن سهل المواضيع علينا كلها، ما مستصعبنها علينا. وعلى فكرة سياسي ما شاء الله، يعيشك الدور، يخليك انت ما تتوتر يوم تصور، ما يخليك ابدا تتوتر، تمثل يعني ما يخوفك.
فهمت؟ ما 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 يعتبرك انك انت والله ممثل وقاعد تمثل، لا لا لا، كنا عائله واحده ما شاء الله عليه، يعطيه العافيه صراحه. انسان ما يكمل الا في انسان ثاني كمل المشوار معاه. وانا بقول لك شيء، اليوم بتكلم عن الاستاذ سيف الشامسي اللي هو صاحب هذه القصه اللي جمعنا نحن كلنا وخلى الاستاذ راكان يصنع منا نحن ممثلين اساسا، ونحن ما لنا خص راقدين ببيتنا وما نعرف مو التمثيل. فهذا هذا وخاصه انا والله العظيم هذا الانسان يعني خلانا نحن اليوم شيء، يعني صنع شيء بصوره جميله. فاقول لك استاذ راكان يكمل استاذ سيف، واستاذ سيف يكمله اللي هم اللي بعدهم المونتاج وغيره، وما احنا ما عندنا شغل ما نعرف. لكن الشيء الملفت للنظر فدوى ان سيف قال مش ملزومين انتوا في الحوار هذا، اخذوا الفكره، خذوا الفكره ورمسوا بها وطبقوها بلهجتكم وبطريقتكم وبشخصيتكم، هذا اللي حلو في الموضوع. على هالاساس انا رمت اشتغل ولا والله يا ابوك على ما كتب هو والله 20 سنه عيد كت عيد عيد وكت والله لو ما بشخصيتنا احنا متورطين. اي والله انا متورطين زي. لكن اقول لك اياها على هالاساس ان شاء الله وباذن الله بينقل الفيلم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله خير اللي ما تنام عينه ان شاء الله. فدوى انا مبسوط في لقائي معك، وايدين قالوا لي سمعنا فدوى نشرت حسابها، ليش بحياتك ما شفناك نشرت حساب حد، ليش هذه شو يميزها؟ والله اللي يميزها اللي يميزها احس كانها خالد الخالدي لكن تبع عمان نسخه عمانيه. اي والله بالرغم اني انا احس انك انت فدوى لكن خالد الخالدي في الامارات، وايد عايبني والله اغلب التعليقات كانت كذا يقولوا لي فدوى انت قريبه من شخصيه خالد الخالدي بس نسخه عمانيه. سبحان الله. وكل اللي جايونا عندك ما ندموا ان انت نشرت لي بامانه ولا انا، يقولوا لي هذا الانسان يضحك ويعني بالنهايه هنا نحن قريبين من المجتمع، قريبين من الناس بالضبط. ايش السبب؟ شو اللي يميزنا انا وانت؟ شو تحت روسنا نحن؟ نحن ما تحت روسنا شيء، نحن نبغى ننقل الفكره للناس انه ما له داعي للتصنع. إيه؟ لازم نعيش حياتنا طبيعيه. ليش حد من البنات دومهن 24 ساعه ميك اب؟ ليش انت ساعه تطلعين بطراطير ويواني ويوم سيل ويوم راسك متقطقط ويوم بالميك اب؟ هذا واقع. هل يعقل انا من الصبح ليل ليل وانا ذاك المكياج ملطختنا وجهي؟ هل يعقل انا في البيت لابسه ماركات؟ اكيد اليوم ليسو وبكره طالعه متكشخه، اقدر اكشخ صح ولا لا؟ يعني هذا الشيء الواقع، هذا اليوم الصفريه فوق الطباخه نصورها محروقه، لان صح لان صح في بيوتنا في صفريات محروقه، كل الصفريات ماركه؟ لا ما كلهن. فهذا الشيء اللي نحن حابين نوصله، حابين نوصل ان نحن السوشيال ميديا لازم نعطيكم الشيء الصحيح والشيء الواقعي، ما في تمثيل. بدون تصنع، بدون تصنع، بدون تكلف، بدون تكلف، وشيء يلامس المجتمع بلهجتنا. على ما قال متوصف زنجبيل بترابه كبونه ولا ردوا لاصحابه ومو ذنوبه ظل ماشي بالعماني شيء لهجتنا يعني شيء والله شيء قريب من الناس. وطبعا والله كلهم يفهموا، ما تقولي والله اذا تتكلم عماني ما فهمها، ماشي منه كل ماشي كد. منه كل كل يفهموا، ما في شيء اسمه ما نفهم. يعطيك العافيه. صبري 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 لا ما ادري دقيقتين اقول لك لا ما عليه دقيقه واحده اقول لك شو الحين فدوى انت منو من وين شي بلاد شي في اي قريه في اي مدينه معرسه عندك عيال شو علمك شو خبرك موظفه شو انت؟ الرساله الاخيره اول شيء بخبرهم فدوى سلام البوسعيدي من سلطنه عمان مطلقه عندي بنت وولد صغار في السن عمري 25 سنة صغيرة أعرف ولكن شفت في الدنيا العقب ما شاء الله من صغري الله وهذا اللي خلاني قوية والحمد لله رب العالمين. رسالتي لكل شخص يتابعنا أو يتابع الأستاذ خالد، نحن اليوم جايين ما تعنينا من بلادنا أو اللي ترك شغله واللي ترك عائلته على الفاضي، لا نحن جايين نوصل رسالة وهالرسالة إن شاء الله توصلكم بشكل حلو صحيح وهادف وكوميدي، بس ان شاء الله ما نتمنى حد يهاجمنا، ما نتمنى يعني نحصل انتقادات، لولاكم ترى احنا ما راح نوصل، لازم تدعمونا، لازم توقفوا معنا. ونحن ما بيايين ناخذ مكان حد. بالضبط ما ناخذ مكان حد. على عيننا وراسنا ومرحبا بالضبط. وسهلا. ما في ممثل اليوم طلع من دون ما من الصفر. إيه؟ من دون لازم يبدا من الصفر على اساس يطلع فوق، صح أكيد. ولا لا؟ نحن ما جايين ناخذ دور التمثيل، نحن جايين نوصل رسالة، مثل ما خبرتكم نحن ما جايين ناخذ دور حد.
كل الممثله على عيننا وراسنا، نحن جاي نوصل رساله ونروح بلادنا، وبتشوفونا مثل اول في السناب، ما بتشوفونا دوم كل يوم في التلفزيون. هي رساله ونوصلها. انت شرات الضيف نسمه الهوى الخفيفه، انت شفتي الوسمي الناس تفرح به، انت شوفك الناس الحمد لله تفرح به. الحمد لله فيك. يعطيهم العافيه، واهل ابو ظبي ما مقصرين في الضيافه وكل شيء. حتى لما اروح اسوي لهم اعلان والله العظيم كيف الترحيب، يعني شعب مضياف، شعب مضياف، فيستاهلوا كل الخير. كل خير الله يعطيهم العافيه. وبعد اليوم بحط حسابها ادب. اقول لك استشواري خلص، يلا غايته 150 درهم سويت انه يلا غايته. هاي شو اسمك فدوى؟ بعد حطي حسابك مره ثانيه حين ان شاء الله. حاضرين وانا بعد احط لهم حسابك مره ثانيه. تليفونك وين وحينه؟ هاكو. يلا غايته ابو ثلاث عيون. بارك الله فيك. مقبوات. مرحبا مرحبا ابراهيم وتوفيق. كيف الحال؟ الحمد لله حبيبي. يا مرحبا يا مرحبا. تعال قرب قرب عدال المخرج. تعال عدال المخرج تحرك. لا 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 شوفوا ابو محمد هو الحب ترى الناس يعرف. تعال عاد ابراهيم. تعال يلا يلا. الناس مشتاقين. ايلس بالله عليك مخرجنا الحبيب راكان. حبيبنا يا ابو محمد. شو تتوقع ابو خليل بيبدع؟ شو والله ابو خليل فاجئني. والله جميع الكاميرا زين. احنا اليوم ترى ما نطلب ابو خليل انه يكون فنان كبير ويؤدي مثل الفنانين الكبار، احنا اليوم هذه هي بدايه انطلاقه، يعني نبغى يطلع بشكل جيد، شكل مقبول، ويتريون ان شاء الله في مش بس في ازمه ماليه فيما بعد ازمه ماليه. اي والله ترى المشوار طويل وبذكركم. ان شاء الله. يا عذر كم ما ياكل الجو عني؟ لا يحبوكم اثنينكم، يعني شوف مستحيل حد ياكل الجو عن الثاني، الناس تحبك لانك محمد والناس تحبه. ابو خليل. ايوه هو خليل. شوف ما شاء الله عليك ابراهيم. كل حد يسالني عنك وين ابراهيم وين ابراهيم. شو دورك بيكون في الفيلم ابراهيم اليوم؟ هي لا ككل يعني نصاب خفيف خفيف. والله اعرف الدور محشوف. نصاب هو قاعد يمشي انه يكون فنان. نصاب له حرامي. لا حرامي لا انصب عليك انت. صدق والله؟ والله ترى ما اعرف انا. لازم اعرف. وحتى الجمهور لازم يعرف ما سمعتوا شيء تراكم. ها والله ايوه خرب الله انت كنت بعد. عطنا الحركه. كيف دقيت لهم انت؟ ها كيف دقيت لهم؟ كيف دقيت على العيد ذاك اليوم؟ شو كيف شو السالفه ابراهيم؟ ما فينا نخرب. اي لا 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 اقول لك طلع اسرار الموفي. هو ماشي ماشي يسوي فنان الحين عنده امور سريه وما يتكلم بالتفاصيل. لا لا خلاص ماشي المفروض. بارك الله فيك يا ابراهيم. بارك فيك يا ابو محمد. الامارات. بسم الله الرحمن. هذا كله فوق هنا. لا اله الا الله. الله العظيم. لا تراويتي لا الحامل ولا مبي. تقول كراسه. لكن بي على اساس انه بي. على اساس من امس انت تقول بي. بي بي بي. ويقول لي دياي مشوي. من توصل خلاص عاد من صلح الدقائق مسكينه. واديو عانه فدوى؟ فدوى واديو عانه. ليش؟ يما بسم الله. هو غدا عاد عشاء تو عشاء. الساعة قاعد ترى خالد. نحن طالبين أكل حقنا نحن أنا ومنها ترى ما كنا شيء من الصبح. أكل الحين. لا والله والله على وصول حادث في شارع السلام الحين بيوصل لك. لا ترى ويكي. حي الله حي الله. مدير في الانتاج راكان. هذا الريال منو؟ هذا ابراهيم المريسي العناجي استاذ الامارات. مرحبا بك. ايش حالك؟ الله يحفظك. تشرفنا بشوفك. مرحبا مرحبا. ايش حالك؟ الله يسلمك. ربك ان شاء الله بتكون ويانا في التمثيل ولا شو؟ اخطب من ورا بعد. ما شاء الله عليك. الله يوفقك ان شاء الله. امين حفظكم. ابراهيم غطي الشاشه. هذا جو اللوكيشن اليوم. اليوم عباس على دباس مردفيس اليوم. قلوا ليل الساعه 3 الليل التصوير. الله المستعان. يا فعيل البارحه لا رقاد ولا همك الله ولا هم يحزنون. اشتليت ابو ظبي الساعه 2 وصلت عمان الساعه 4
بتنا في فندق اسمه فندق الفيرمونت اللي في عمان، فندق مميز، عطونا حجر على الحوض، بغينا حجر هنتين متلاصقات قربي قوم منها منهل وعبد القادر ما ادري وين حجرتهم، وانا بتبوي بتخي كندورتي والله لا غسلت وجهي لا همك الله سيده من لوكيشن سيده هناك عمان. اصبحت الصبح ونفضت كل الميك اب اللي حاطين من عقب التصوير شغله طويله عريضه، او اصبحت في فندق في عمان، الفندق يجنن وعمان تاخر العقل والبحر طايح، البحر طايح رقم واحد، مكان في خاطري اصور لكم الفندق ومرفقات وحيضان والفيو مال اللي على البحر. شو بقول لكم فندق ولا بحيات نظام تبارك الله. انا بصلي الحليل برد خلاص برد مسك طعمكم سفرة دمشق. هذا ابوي مطعم سفرة دمشق اللي طلبنا من كم من يوم نحن يبونا. وانا الشيف. انت الشيف ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا شيف. طول عمرك وعمرك. تاخرتوا علينا بارك الله فيك. حادثه طريف والله لا حول لا قوه. شو جايبين لنا؟ جايبين لك شاورما عربي لحم. هي. وهذا خضر سربي. زين ما عليه مع وانت تفتح بارك الله فيك. هذا هي فتح بسرعه 200 مليون. الله يرحم والديك. 200 مليون افتضحنا بفدوى. سامحينا يا فدوى سامحينا، طالبين اكل نحن لحق نفرين. ما درينا ان جنابك يوعان، لك انت لو فيك ما فيك مليون ما ظنيتك. راح ابراهيم بس. انا بالي 10 مثل 100 معي بس انت وحدك الحين تدري ايش اسوي؟ انا ابطل يميع القراطيس وافتش واعدل وازين. شوفوا المهراجه ها في الابرهه، قم احترج حرد ساكر ابراهيم. والله العظيم انت ابراهيم عنب كيف ايه عنب حرد ساكر سيب. قم نحن فتشت قراطيس ونعدل ونزين وانت عمي متفيزر. ما يبغى له حبيبي حد يفتش الا شخص واحد. ليش؟ من كثره هو. الله اكبر عليك. شو صغره؟ يلا يلا ابو يلا. يا مرحبا يا مرحبا بالكاتب يا مرحبا بالورد. قبوسه. محمد هاي فدوى. تعال. محمد لاتيني هاي ترى ياسين نصور. ايه بتظهرين في التصوير لا تقولي ما حد قال لك. محمد شحالك؟ انا بخير وسهاله. رقم واحد صدق. شحالك ابوي؟ اليوم ترى اليوم سهره. زين كم ساعه اشوفك؟ اليوم سهره ان شاء الله. انت قبلت التحدي؟ نعم نعم قابلين ما يهمك. التحدي الله يحفظك. شوف شوف شو اسمك؟ ها؟ ابو نور. ابو نور خبرنا شو جايب لنا بسرعه وباختصار. اهلي اهلي وناسي ايوه زين. هذا فتوش. فتوش هذا فروج مسحب بالفرن. نعم. مشوي مع البطاطا والبسالي والجزر. بارك الله فيك. هذه شاورما اللحم. نعم. محمصة على الرقرين. زين. هذه سلطة. زين. سلطة روسية. زين. هذه المقبلات. هذا متبل حمص. هاي سلطة ملفوف معاها جزر. هاي مايونيز وهذا برضو مثل حكايته. زين بارك الله فيك. طولنا عمرك يا رب. شكرا يا شيف. شو اسم مطعمكم؟ مطعمنا سفرة دمشق. سفرة دمشق. وين مكانك؟ الأكل الشامي العريق من قلب دمشق وصلنا لعندك لهون. يعلك تسلم يعلم يابك الجنة وعمرك. وين مطعمكم؟ مطعمنا شارع حمدان. ما شاء الله يعطيهم العافية ما مقصر. عمرك شكرا 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 بارك الله في حياتك. سلم على ابوي راعية المطعم. طولنا عمرك كثير. الله يعافيك. ابوي راعية المطعم حرمة سورية عندها مشروع وكل هذا اللي تسوي. طولنا عمرك باه ساحر غرب الله انت ما تخلي شيء ما تخدم ما شاء الله. هذا كل ابوي شغل مع سوريا. طولنا عمرك. سلم ابوي على يسلمك ربي. امين ويحفظك. العافيه عليك. بارك فيك يا رب ويكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرصك تخلص. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. عدنا الله يحفظكم ضيفان زايد المزروعي. مرحبا مرحبا اخوي ابو محمد. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسر. نزلنا كرت الدعوه. نعم بيض الله وجهك. ندعوك لحضور مهرجان دلمة التراثي الثالث. مرحبا. من عيني عيوني تيك. الله يطول عمرك. بيكون ان شاء الله تاريخ من تاريخ 17 الى تاريخ 23. زين. نعم.
حين العرب تبى تعرف المهرجان عبارة عن شو ومتى وش اللي يقام وشو الهدف منه وفي وين، كل هالمعلومات عندك دقيقتين. نعم، المهرجان إن شاء الله بيكون في جزيرة دلمة، والهدف من المهرجان دعم أهالي دلمة وبخصوص وسائل النقل، في الطيران وفيه عن طريق العبارة. نعم. كيف يعني عن طريق العبارة وكيف الطيران؟ حين اللي بيجي من الفجيرة ولا بيجي من دبي ولا من أبوظبي ولا عن طريق فرضة جبل الظن اللي هو فرضة مغرق. نعم. مين مغرق؟ هي نعم. الرحلات من يوم السبت إلى الخميس ثلاث رحلات. نعم. هي نعم. ويوم الجمعة رحلتين. زين. يومياً الثلاث رحلات الساعة كم يتحركان؟ يتحركان واحد الساعة 9. زين. والثاني الساعة 1:30 والثالثة الساعة 4. كم مدة السفر؟ ساعة ونص بحر. هي نعم. شو الوسيلة؟ عبارة عن شو؟ العبارة تحط بيها سيارتك وتوصل لجزيرة الدلمة أنت وسيارك وعيالك وهلك وفريجك. هي نعم. يعني ما في أي كلافة؟ ما في أي كلافة. إنزين، هاي طريقة. والطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية عن طريق المطار الداخلي، هو المطار البطين. مطار أبوظبي. مطار نعم. البطين. هي نعم. كل يوم شيء كم رحلة؟ والرحلات يوميا ما عدا الجمعة. نعم. هي نعم. كم رحلة كل يوم؟ يوم الأحد رحلتين. نعم. هي نعم. أقول لك أبو محمد، الرحلات بتكون يوم الأحد في رحلتين. زين. الأولى من الساعة 6 الصبح. نعم. والرحلة الثانية الوحدة الظهر. زين. هاي رحلتين يوم الأحد، ويوم من يوم السبت لين الخميس ثلاث رحلات، واليمعة ما في رحلة. هي نعم. وتوقيت الطيران يختلف على حسب الجدول، في أحيانا المناخ يتغير فيتغير على حسب الجو. هي على حسب الجو. زين، لكن اللي بيحذف الطيران يتصل في وين؟ على منو يتصل؟ مطار أبوظبي. مطار أبوظبي، مطار البطين يعني. هي نعم. دلمة كم فندق فيها؟ فيها فندق واحد. أه. بس الله يطول العمر الشيخ حمدان بن زايد ويطول بعمر جميع الشيوخ. آمين يا رب العالمين. هاي السنة خصصنا عدة خيام وعدة منازل لتواجد الناس والسواح. زين، منازل كيف المنازل؟ هل مساكن من الأهالي؟ مساكن تم تأجيرها. آه. للسواح والغادمين من مناطق بعيدة. بيسكنون بلاش الوادم لو بيزان؟ هي نعم، كل بلاش. والله؟ هي نعم. كل شيء؟ كل شيء. الأكل والشرب؟ الأكل والإقامة؟ والإقامة كلها مرة دعم. شفتوا يا سعد حظكم، يا سعد حظكم بهالمعازيب، يا سعد حظكم. اللي بيد الماء بلاش كل شيء مرة، ما نقول مكفول ما له إلا بياض الوجه، وفي عدة مسابقات إن شاء الله بيستانس فيها. لا تقولون حد قال لكم بلاش ماكلين شاربين راقدين ولا هاي طريقة الوصول؟ هل الهرسوم هاي الطوافة الحوامل العبارة مبلغ رمزي؟ زين، 20 درهم. والله. هي نعم. وهاي الثاني طوافة هي وحدها اللي تودي الوادم؟ هي نعم، العبارة، وهو طريقة ثانية عن طريق الطيران. لا شيء طريقة ثانية للوصول اللي هي هذا شو اسمه زايد؟ مهرجان سباق دلمة التراثي. زين، وإن شاء الله قبلها قبل الحدث، هو الحدث متى؟ من تاريخ 17 إلى تاريخ 23 10 10 من 7 18 19 20 يعني تقريبا كم من يوم؟ باقي عنا 16 يوم. باقي 16 يوم قبل الحدث بعشرة أيام بنبتدي ننزلكم البوستات وطريقة التواصل وطريقة الاستفسار والعلم والخبر مع منو تكلمون منو يفيدكم عن كل كبير وصغيرة، بتيكم المعلومات إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين، بتيكم الأخبار كلها بخصوص المهرجان اللي مال السباق والتراث اللي في دلمة إن شاء الله. مهرجان حي، شيء جميل، شيء فنان، بيكون مميز، بيعيب جميع، وراح تكون تغطية ممتازة منا ومن إن شاء الله الجهات المسؤولة والمختصة. الله يحفظ بلادنا حكومة وشعبا. فهد أبوي، شرفنا بشوفك حبيبي. مرحبا. شرف وشرفنا حضورك المهرجان. لا خلينا منك أخوي زايد، أو ولدي زايد عبارة. شكرا طال عمرك على الزيارة، وتعبناكم يبناكم اللوكيشن، لأن كان ودي أتقابل وياكم في البيت لكن بيتي ظاهر من يومين ما جيته. بالتوفيق. لا خلينا منكم. بالتوفيق والله يوفقكم. شو تقولون الحين حق الضيوف اللي بيوصلونكم دلمة؟
مرحبا فيك. تابعوا خالد الخالدي بتشوفون كل التغطية بجزيرة الدرمة بحياتكم ما شفوها ولا فيلم دوكيومنتري. دوكيومنتري شو مروع عاد؟ دوكيومنتري فيلم دوكيومنتري قصة. يعني تيكم العافية. مرحبا مرحبا مرحبا. أوعدكم إن شاء الله راح تشوفون شيء ما حد شافه. دلمة بلد العراق، بلد الأصل، بلد الفصل، بلد الخشب، بلد النواخذ، بلد الطواويش، بلد القماش، بلد الزين، بلد كل شيء زين بتيكم علومه إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. وإن غدا لناظره قريب، ما لكم إلا عين تنظر، ما لكم إلا عين تنظر. على فكرة ناظره ولا ناظره؟ على فكرة ترى إبراهيم بتكون موجود ولا لا؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بسم الله. هاي منو؟ هاي انت غير عن الأولية؟ استويت نانسي أقرم. هي والله بس هاي النية الحضار. مرحبا والله مرحبا. تشكونا أبوي بكلها حال حفلتك. هي اليوم ميثة السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف انتي؟ قد زين زين فرحنا بشوفك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلين أهلين أهلين. ميتة أنا حيب خلبي دبغون دي بيحطون لي وي ما علي شوي شوي خفيف. ميتة شو رعاية رموش. ها ميتة شو بيحطونك في الفيلم؟ مفاجأة والله. شو رأيكم في راجل السحري تذكرونه؟ كيف يعني هذا؟ هذا أسألهم أسألهم عن هالروج مع الفقراء ولا مع الأغنياء؟ مع الفقراء ومع الأغنياء ومع كل حد. بيكون هذا ما يخوز ولا؟ هي اللي ما يخوز اللي يتم 20 يوم. لا إله إلا الله. مستعدين؟ إن شاء الله إن شاء الله. نتمنى أن الله يوفقنا إن شاء الله في هالفيلم يكون فنان إن شاء الله. شكرا. أنا بسوي البنت العزيزة ميثة والله يحافظك يبارك فيك. الله يسلمك. عاد إن شاء الله أطلع حلوة وغاوية. أنت فنانة من بونك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. هاي ولا الديكور للدوكر العرب كلها اليوم ما دوكرت عمرها. اي والله ما دوكرت عمرها فنانه. الله يحفظكم. هذا بعد الله يحفظكم النجم الصاعد البارك بصويل. كيف حالك؟ شو الايفون الجديد الحلو هذا؟ اقول لك يا كيف حالك؟ الحمد لله. هالمكياج لا بدي ولا عذر حق كل حد. هذا انا اصلا ما يبين عليها. لا ما شاء الله عليك. الله يبين لا لا فنان الله يحفظك. ما شاء الله. كيف حالك ابوي؟ حبيبي. كيف انت؟ اهلين وسهلين. هاي غرفه المكياج وهذا المصور ما شاء الله عليه. عندكم مره تركنا سميت مره طابوخ. كلنا بقلبه هو أد... كلنا بقلبه شي قليلة. اهم شيء نطلع غاوية. غاوية؟ قلت له طرت عينه تسوى خمس حريم. انت تروم تخوفنا. يلا بخوز. حضر تشيل رشيلها بعد شوية خلالت عيونك. شوية شوية حطي رشيل من هالي توش رشيتي منها وخلالت عيونك. والله يا الله خذني بارد. تعالي دواركا يبي شوية حلوة. يقول فايند حلوة إنه وركار بلينك سام كار مالي أنا كار سارة كور. يلا 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 إن شاء الله. سبعة سبعة حلوة حلوة هندو تها قبل ما فيه تفضل أول العدالة. تعال إبراهيم محمد أنت حفظ أنت أهم شيء فتحت. مو بنتي مو بنتي ما عليك. قول بهنتي يا حبيب النبي. يلا استاذ اذبط شوي بعد صفحه انا. ايوه افتح عاده ذمك. بطل عليك يا ابو محمد. يلا شو تبى تقول فيني؟ انا اقول فيك. لا ليش تصورني مرتين؟ ها؟ يلا قول قول. هذا التليفون منو ماله؟ ها؟ تليفون مال فدوح لين راح اتصور نفس القميص. أديت الواجب اللي عليك اليوم. ميثة أصغر وحدة والله قالت بها يا حبيب النبي. من أنا؟ هي أخوانك. ها وحدة ثانية. أرب الله التأ. والله فدوى اليوم أنت مستوية الحلوة العمانية. أبوي مسكين والله مغير بال علي. قبضي عادة دحناك نوبة هندوتا. لغروس ما ضربها صاهر ولا ما عليه. هاي هاك الغز الحلوى اللي تحدون هالمثل قالت بي يا حبيب النبي تشوفونها سلق والله تاكل اكل ما 17 ادمي. انا ابو درام
بعدنا تانكي لا اله الا الله تبارك الرحمن ما شاء الله وين حصلان ديدام بطنها حنج وعجارب اكرم من تصاحيه لا انتوا اللي حلوه وراسح بيضربك بغيم تضربك طرقه والله العظيم يا نشوه نشوه هي بدوه بتضربك طرقه توقع انت ابوي ودير بالك عليه ودي عنب والله عنب حد لايم حلوه قزها المتن بتندحقين لا اله الا الله حسي ابوكم بداخل العافيه بداخل العافيه بسلام بعد خلا ما تدور متعبنا مالد ادعي مالد والله والله الساعه كم طال الساعه كم طال الساعه كم ولين الحين ابو ياسين وعلي عنك وعلي عنك يا فدوى ما تشوفين شر بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا رب حتى ضعفتي يا ربي يا هو عذاب زيارك مسكين سمعتم بلوى الغافلين هذا ابوي بلوى الغافلين اللي يرمسون عنه والله يا ابوكم يا ان بلوى الغافلين توبة إن عدت لأكونن من الضالين استغفر الله العظيم والله عذاب أنا أبو هاي فيزير تبو حذم صباح الله خير حش لا حول لا قوة إلا بالله والمخرج إلا كات وما أدري شو عثرتنا